استاذ عصام. هو تقريبا نفس الحكايه، وعجبني قوي فكره موسيماني، يعني تبادل خواطر، او يعني نفس الخواطر انا واخويا وصديقي الاستاذ محمد الروسي، ان الراجل حط الجيم وعارف انه متراقب، لكن مثلا الجهاز الفني لمنافسه هيبقى مركز انه الخطه دي بس باللاعبين دول، فراح قالبها انه احنا بنعمل تقسيمه بيستفيد من احتياطيه في بنك الاحتياط. احنا دايما بنتفق مع حضرتك انه الكبار عندهم بنك احتياط مش دكه بدلاء، وبالتالي ترك مساحه يعني كامله للاعبته، ما عدا حرصه على لعب الكوره. الراجل ده من المدربين العاشقي لعب الكوره، يعني من اول ما الجون يحط الكوره لحد او يعمل باص لزميل بقدر الامكان، يعني مش لازم طبعا توصل له كل مره صح، وبالتالي لا بعيد خالص عن هو بيفكر ايه في ماتش نهائي في القمه الافريقيه في العرس الافريقي في يعني خطبته ليه ود الاميره السمراء. الامر بالنسبه له مختلف. انا على يقين ان الراجل ده انتهى من طريقه اداء خطته في مباراه الزمالك، وما تبقى هو ده اللي ممكن يطمن جمهور الاهلي. الراجل صاحب رصيد طويل من النهائيات، مش بس في القاره السمراء، من لعب النهائيات، وبالتالي هو مزج بين، علشان البعض يقول لك اصل في ناس تعرف تكسب ماتش واحد وفي ناس تعرف تكسب ماتشات، لا الراجل ده عنده الخليطين، يعني يقدر يلعب مسابقات طويله وهو ايضا عنده حرفه النهائيات، وبالتالي هو دلوقتي بيضع كامل قدرات لاعبيه لتنفيذ التكتيك اللي هو حاطه. التميز اللي هيكون عند موسيماني كمدير فني في اللقاء هو ترك مساحة معرفش بتحسبوها كام في المية بعد التزامك التكتيكي بأنك تلعب كرة قدم انجوي فوتبول، وبالتالي هيعتمد مهارات اللاعبين من خلال طريقة اللعب وأدائه للتكتيك وخطط اللعب. عرفت انه لاعبه يعني او نجوم منافسه الزمالك طبعا مدي اللاعبين مش بريف عنهم او بعض اللقطات عشان يشوف هذا اللاعب وكيف يراقبه، لا عشان يقول له انا بوريك لعبه، وريني انت هتعمل ايه، وده بيحصل على مدار التقسيمات يعني، وكان يحول يعني رمزي لبن شرقي مثلا وانا حمدي فتحي، فوريني انت هتعمل ايه في بن شرقي، مش هتوقف بن شرقي ازاي. عارف فكره الشطرنج يعني من خلال كره القدم، عسكري بعسكري حصان بحصان وهكذا، اتصور ان موسيماني شغال، وده اللي ممكن يعمل اريحيه للاعبي النادي الاهلي انهم عندهم فرصه طويله لاستمرار التدريب على التكتيك ده مع مساحتهم هم الخاصه او ادواتهم بالتحديد الفنيه ومهاراتهم واستغلال ما هو فردي. صحيح.